أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي لإقرارها من البرلمان في الأول من أكتوبر المقبل. وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء ثمن مدبولي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية ستس الأمراء ببني سويف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أكد مدبولي أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك حرصا على مصالح المواطنين.